أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. هذه المرة نذهب إلى المملكة الأردنية الهاشمية ومن عمان معنا عبر الإنترنت الشاعرة وردة سعيد. أهلا وسهلا بك أستاذة وردة، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. أستاذة وردة، إن كنت تسمعينني فنريد إطلالة سريعة على سيرتكم الذاتية قبل أن نذهب إلى أولى القصائد، تفضلي. نعم، وردة سعيد الكتوت، أنا من الأردن، مواليد عمان حزيران 1988. درست العربية وأدابها في الجامعة الأردنية وأتممت دبلوم إدارة مدرسية، أعمل الآن في إدارة مدرستي الخاصة مع الأطفال. أنا زوجة من الشاعر الجميل أبو سعدنان وأم لثلاثة قصائد، لثلاث قصائد عمر وكريم وملاك القصائد الأجمل. شاركت في العديد من الأمسيات على المستوى المحلي والعربي ومؤخرا على المستوى الدولي في مهرجان إسطنبول. لي ديوان شعري بعنوان بتلات، يعني أقترف الشعر منذ سنوات. جميل. و يعني لي بعض المقالات الأدبية والفكرية في العديد من المجلات. أهلا وسهلا بك. إلى أولى القصائد، أهلا بك على الرحب والسعة. إلى أولى القصائد التي تودين أن تتحفين بها في بدء هذه الحلقة من بيت القصيد، تفضلي أستاذة وردة. البدء، يعني أحب دائما أن أقرأ ما كتبته مؤخرا. أقول: من فطنة الورد أخفى حبه فحلا، وأينع الشوق في عينيه فاكتحلا. قد أعجب الدرب قبل الدار خاطره، أحبب برحلته ما حل وارتحلا. كم من طريق إذا طابت لسالكها أفضت لدار لها قد طاب من عذلا. وكم رأى الموت بعد الموت معتقل، كرما بلاد بها قد كان معتقلا. إلاه إلاه نال الحسنيين معا، حسن الطريق وحسن الدار إذ وصلا. ما همه الوقت في المضمار، إن له سير الهلال ببدء الشهر مكتملا. فالسر في الصدق لا في السبق، فلسفة فيها استوى الحب ألقى اللوحة أو عجلا. ما أكذب الحب إما غره أمل، ما أكذب الحب إما غادر الأمل. في هدأة الليل راقت حينما ازدحمت فيه المعاني، وضاءت في الحشا شعلا بيضاء لا تدر كالياسمين. بها بالرشفة البكر مال الكون واعتدلا. جميل. بيضاء من عسل راقت فرق لها، ودار دورة وجد عندها عقلا. لما تجلت فيه أجوبة، واخضر جرح بأقصى الروح واندملا. يمشي وكوكبه المحموم أغنية في البال دندنها مستفعلا فعلا. والزاد زاد حدير، والمدى ديم، والرمل من تحته فل، وكان فلا. يا سيد الليل يسر الليل في عجل، وكان قبل الهوى يسري به مهلا. جميل. سلامتكم. جميل جدا هذا النص أستاذة وردة. لعل هذا النص يقودنا إلى سؤال من نوع مختلف من الأسئلة،
يعني ربما يعاني الشعراء في نشر نصوصهم وإيصالها إلى شريحة معينة من المتلقين، باعتقادك هل لهيمنة التكنولوجيا مثلا تأثير على الشاعر بحيث فرضت عليه شكلا معين من أشكال التلقي؟ يعني هذا السؤال واسع شوي. بدنا نحكي عن حصة الشاعر مثلا في المتلقين. نعم. يعني هي طبعا التكنولوجيا كانت مع الشعر ومع الأدب، يعني كانت بينهم العلاقة بنقول عضوية. يعني التكنولوجيا الأصل إنها خدمت هذا الشيء، إلا إنه زي ما هي خدمته زي ما هي يعني جمعت الرث والسمين والتمام، يعني نعم. صار كل يعني جمعت الشاعر والشويعر والشعرور وكل كل الأصناف. نعم. وبالتالي كان حصة الشاعر من المتلقين صارت أقل. نعم. يعني المتلقي لما بيفوت بيلاقي كثير أشياء، يعني هي حجبت جزء من المتلقين عن الشاعر. هذا في جانب. الجانب الآخر إنه التكنولوجيا قدمت نقول وجبات خفيفة، أو المتلقي صار يبحث عن وجبات ثقافية خفيفة. نعم. في التكنولوجيا، ولذلك بيحبوا يفوتوا الناس على تويتر مثلا. صحيح. إنه بيقرأ تقريبا من كلمات محدودة، من أحرف محدودة، ويكتفي بها. أنا يعني لا أرى، يعني أرى هذا الإشي تسلية فكرية أكثر من إنه يعني وجبة ثقافية. لا، أنا عم بتسلى ساعة، بفوت مثلا بقرأ في مجلة، بقرأ في جريدة، بتصفح مثلا موقع إخباري، أو بتصفح في تويتر فبقرأ شعر. نعم. هذا مش هاي مش ثقافة مقصودة، لا، هاي تسلية فكرية فقط. فهمت عليك. لكن أستاذة وردة، يعني باعتقادك هل الشاعر أسير لدى المتلقي، أم أن النص الشعري يتجاوز فكرة من يسيطر على من، الشاعر أم المتلقي؟ برضو السؤال متشعب. نحكي في يعني هل أنت مع فكرة أن الشاعر يجب أن يكون أسيرا للمتلقي، أم أن الفكرة يعني الشعرية التي يقدمها تتجاوز فكرة أن يكون الشاعر أسيرا لأحد؟ نعم، أنا أفهمك. يعني إحنا بدنا نحكي عن وجود الشاعر، وجود المتلقي، أو وجود المتلقي في ذهن الشاعر أثناء كتابة القصيدة. هل النص يفرض نفسه، أم يعني والشخص المتلقي حاضر في ذهن الشاعر؟ نعم. يعني هو الأمر مش بهاي التركيبة. أنا باعتقادي مش بهاي البساطة. إذا بدنا نحكي عن حضور المتلقي في ذهن الشاعر أثناء كتابته، لابد إنه الشاعر بهمه رضا المتلقي. صحيح. تمام. أنا عم بكتب إشي لأنه أنا ما بكتب لنفسي، أنا بكتب لجمهور، أنا عم بوصل رسالة. أكيد متفقين على هذا الشيء. بهمني رضا المتلقي. لكن في هذا الإشي بنقول ما المتلقي مش موجود على يعني فوق برج عاجي، يعني ينتظر ما يقوله الشعراء ويحكم عليهم، ولا الشعراء بينظروا في آخر صرعات الموضة فبيكتبوا فيها عشان يعجبوا المتلقي. مش بهاي الطريقة. الشاعر أحياناً النص يأخذ المتلقي حيث يريد الشاعر، أو يعني الشاعر يضع المتلقي في عباءته الشعرية. تمام. أحسنت. وأحياناً المتلقي يعني بيفرض بفكرته أو بهمه أو بهوسه ما يكتبه الشاعر أثناء كتابته. يعني أنا أحياناً مثلاً أكتب هماً ما بيمسني شخصياً كوردة، لكن أنا يعني أتلمس هموم المتلقي وأعيشها فأكتب فيها فتلامس شغاف المتلقي. أحسنت. هناك مثلا من الشعراء، يعني أنا سمعت مؤخرا يعني لقاء بسيط للشاعر أدوس يقول أنا لا أريد جمهورا، أو أنا لا أبحث عن جمهور. تمام. أنا أريد قارئ متلقي، بحيث أنه هذا المتلقي يساعدني في صناعة النص. متلقي مبدع، متلقي له لمسته الخاصة في نصي، بحيث إنه هذا يبحث عن نوع خاص من المتلقين. مثلا نزار القباني في الجانب الآخر يقول أنا شعري كعكة مثلا يأكلها جميع الناس، أو أخبزه لجميع الناس. تمام. يعني هذه فلسفة ممكن الشاعر نفسه. إلى أيهما تميلين أكثر أستاذة وردة بصراحة؟ يعني إلى أي الرؤيتين تميلين؟ والله أنا صدقا أنا أحب النص السهل الممتنع. أحسنت. كتب نصا يفهمه الناس، وإذا غاص فيه القارئ المثقف يجد فيه ما يحب. جميل. لكن النص ما بصير، يعني الشعر الأصل إنه يلامس مشاعر ويلامس قلوب. يعني أنا ما بحط في الشعر شيفرات
ذكية، بحيث إنه يعني إذا حللتها بتكتشف إنه هذه تحيل إلى أسطورة. يعني هو مش نقل معرفي فقط، الشعر الأصل إنه بينقل معرفة، بينقل خبرة، وبينقل مشاعر. فبتقرأ قصيدة من أكثر من 1000 سنة بتقول عليها الله، ليه؟ لأنها لامست فيك إشي إنساني، قيمة صحيح. إنسانية. وبتقرأ قصيدة قيلت قبل برضو أشهر فبتقول الله، ليه؟ لأنها لامست فيك برضو أشياء حلوة. وبتقرأ نص بيحيلك، بيفتح لك نصوص أخرى، أو بيفتح لك ثقافات أخرى، فأنت بتستمتع فيه. إذن تمام؟ الشعر من الشعور، ولا يستغني الشاعر عن الجمهور، وكذلك الجمهور الذواق الحصيف لا يستغني عن الشاعر العالي الذي يقدم لهم الشعرية العالية والمعرفة الواسعة كذلك. وهكذا أنتم ولا شك أستاذة وردة، نطمع الآن شكرا. بقصيدة جديدة. قصيدة أخرى. تفضلي. طيب، أختار لكم. اقرأي ما تحبين. أقرأ ما أحب. أقرأ سارق النار، ما إن إحنا تفضلي. يعني ما في شيء يشبه. قول من سكرة الروح لا من صحوة الجسد أمشي إليك، ويقتات الهوى كبدي أمشي إليك، وما في صحبتي أحد إلا هواك، وأنا بعد من أحد يلقي علي قميصا قد من قبل شوق لعينيك لم يهدأ ولم يكدي، خلعت لبي بذا الوادي وبوصلتي ما أجملتيها في عينيك للأبد. يقال تفتأ في شوق وفي كبد، ولذة العيش في شوقي وفي كبدي، كأن بحرا يسوق الموج في طلبي، والجند خلفي بغيا والعصا بيدي، لا موت يقتل بعد اليوم أغنيتي، إن بح صوتي فمن أسماعكم مددي. لا موت يقتل بعد اليوم مجددا. لا موت يقتل بعد اليوم أغنيتي، إن بح صوتي فمن أسماعكم مددي. جميل. علق الشعر جدراني فتن نزقا، الروح صورته واللطف في الجسد، بكر الفؤاد أصم الصخر يدهشه، يخشى المنايا بلا خوف ولا مدد. أصاب حبا لنا كانت جريرته، النسر ينهشه والقيد للأبد. الله. فإن مشى كان من آثاره شجر، وإن تغنى يردد سورة البلد، حيث التراب تسابيح مموسقة، والغيم يغدو مع الغادين في غيدي، حيث السماوات مثل الخبز شائعات، تنيلها الأم كالمصروف للولد. من سكرة الروح قد جاءتك أغنية، ولها بمنشدها ماء لكل صدي. الله، جميل جدا أستاذة وردة، لا فض فوك ولا عاش شانئوك. كيف يمكن أستاذة وردة للشعر أن يظل متشبثا بالقيم والمبادئ بحيث يظل حرا لا يباع ولا يشترى؟ رؤيتك الشخصية في ذلك. تتكلم عن القيم. تفضل. الموجودة. نعم. عن المبادئ الموجودة في الشعر، المبادئ الموجودة لدى الشاعر والتي يصوغها مشاعر في قصائده، بحيث يكون أهل لهذه المشاعر فلا يساومه أحد عليها، ولا يباع ولا يتنازل عنها ولا يشترى كذلك. تمام. تفضلي. يعني ننتقل لشق بالأول، المبادئ والقيم وليكن الموجودة في القصة. تفضلي. المبادئ والقيم طلع سمي المعروف في الإسلام معروفا، لأنه كأنه الناس كلها تتعارف عليه أنه هذا الإشي صح أو هذا الإشي خطأ، إلا أنه القيم والمبادئ حقيقة
تختلف من شخص إلى آخر. نعم. يعني أنا برأيي مش بس من شاعر إلى آخر، يعني أنا ما أراه أنا هذا مبدأ أؤمن به، قد لا يكون شيء مقنع بالنسبة لك. نعم. تمام؟ يعني ممكن أنا مثلا من مبادئي مثلا أو من قيمي إنه أنا شخص براغماتي متنفع، فما عندي إيش مشكلة لا يتعارض مع مبادئي إني أنا يعني أباع وأشترى من هذا لكن القرار. هناك مبادئ يعني نوعا ما يلتقي حولها الكثير من الناس ويجمعون عليها ويتعارفون عليها أيضا. تمام تمام، هذا ما أردت أن أقول. هناك دعينا في الدائرة الوسط هنا. تفضل. دعينا في الدائرة لا بأس. طيب هلأ هذا الإشي بيصفي تقدير الشاعر. نعم. لنفسه، تقدير الشاعر لنصه، فإن رأى أن ما يعني ما يؤمن به هو أغلى مما سيأخذه مقابل، سواء عرض مادي أو سواء نعم. مثلاً يعني ما بعرف، الناس بتبيع نصوصها لأجل شيء، لأجل مثلاً سلطة، لأجل مال، لأجل يعني لأي شيء يشترى هذا النص في هذا الزمن تحديداً. يعني لا أستاذة وردة، نحن لا نتحدث عن فكرة بيع النصوص هنا من أجل إيضاح الفكرة. جميل، إذا نتحدث عن فكرة الشاعر بكينونته، أن يكون حراً، أن يكون عصياً على البيع، أن يكون عصياً على التبعية، هذا ما عليته. تمام. هنا تمام تمام، يعني أدرك ما تقول. أقول تفضلي أكملي. هلأ إذا كان تقدير الشاعر لشعره ومبادئه ولذاته إنه هي الأعلى، فهي أعلى، يعني كل ما دونها دونها الأصل. يعني هذا الإشي يعود لتقدير الشاعر لنفسه ولمبادئه ولقيمه. يعني أنا مثلاً أرى إنه مثلاً أنا شعري أو موهبتي مثلاً أو فكري هذا مش يعني أنا أسخره مثلاً لتيار جمالي، أسخره لي مثلاً للشعب، أسخره مثلاً، لكن إذا أنا تقديري له كان إنه لا والله هذا يعني هو ميزان. أنا تقديري له يعلو شيء آخر فببيعه بثمن بخسن. ليه؟ لأنه هو بالنسبة لي أبخس. أحسنتي أستاذة وردة، أكيد لديك من الجمال والقصائد الشعرية ما يستحق أن نتوقف عنده فيما تبقى من وقت لهذه الحلقة، لكن قبل أن نسمع منك قصيدة جديدة سنشاهد أنا وأنت والسادة المشاهدون الكرام قصيدة للشاعر حذيفة العرجي، وهو شاعر سوري كتب قصيدة على غرار لامية الأعشى وألقاها مؤخرا من على مسرح كلية الإلهيات بجامعة مرمرة ضمن فعاليات مهرجان الشعر العربي اسطنبول 2021 والذي أقامته الجمعية الدولية للشعراء العرب، إلى لامية حذيفة العرجي وفقرة قصيدة للوطن. ابقوا معنا. ودع حريرة نصف الشعب معتقل، عجل فإنك مقتول إذا وصلوا، حتى هريرة قالوا إنها اعتقلت، فانفذ بجلدك واهرب أيها الرجل. ودع هريرة نصف الشعب معتقل، عجل فإنك مقتول إذا وصلوا، حتى هريرة قالوا إنها اعتقلت، فانفذ بجلدك واهرب أيها الرجل. في كل ميت قضى في سجن طاغية أم تموت وأهل بعده ثكل، فإن بقيت وفي كفيك مرتحل فأنت راض بما قالوا وما فعلوا. قول الحقيقة مر مؤلم خطر، لكن قائلها في عصرنا بطل، بالشعر والنثر أوطان نحررها إذا أردنا، ولكن جلنا وجل. كل الروايات كانت جملة كتبت بغير وعي، أتت من بعدها الجمل. الحرف نار وعرش الظلم من ورق، لذاك تفزع من أقلامنا الدول. الحرف نار وعرش الظلم من ورق، لذاك تفزع من أقلامنا الدول. أرض تجرم آرائي سأهجرها، وسارقيها بأقدامي سأنتعل. اخترت موسى على فرعون أتبعه، فرعون سفح على موسى هو الجبل. درب الكسالى نعيم في مساكله في مسالكه، درب الكسالى نعيم في مسالكه، أما الطموح فتدمى دونه المقل. لا كنت يا وطنا إن قلت شردني، وإن سكت فدور الأم ينتحل. ماتت هريرة، بل الله وابلها
ماتت هريرة بل الله تربتها بوابل من قصيد كله غزل. لم تلحق الركبة لما أهلها ارتحلوا، فمات منها على إيمانها الأمل. وحاول النيل منها بعدما اعتقلت جند الظلام، فماتت وهي تبتهل. كانت وصيتها مكتوبة سلفا ألا يموت ذليلا بينكم رجل. العالم الآن يسعى كي يفرقنا، ويستعين بمن منا له امتثل، ويمكرون وعند الله مكرهم، وإن هوى قطعا من مكرهم زحل. مع الرسول وأتباع الرسول أنا، فبالنهاية قطعا تظهر الرسل. وقائل هل ترى في البعد مكرمة وأنت بين المنافل عمرة تنتقل؟ المجد للبعد والمنفى إذا وطني ينهى ويأمر في إرجائه هبل. لا يجرح الحر سب من رويبضة، فلا يضيق بكلب نابح جمل. والعبد مهما زهت في الناس صورته خاو مخل خمول خلخل خول. ودع لا يجرح الحر سب من رويبضة، فلا يضيق بكلب نابح جمل. والعبد مهما زهت في الناس صورته خاو مخل خمول خلخل خول. ودع بلادك لا عزت ولا بقيت، إذا جبينك فيها مطرق وجل. حتما سترجع والأصنام قد هدمت، وكل عبادها من حولها أفل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نرحب بكم مجددا. ولمن التحق بنا في هذه اللحظات نذكركم معنا من عمان عبر الانترنت الشاعرة الأستاذة وردة سعيد. أهلا وسهلا بك أستاذة وردة مجددا. أهلا بكم. أهلا بكم إلى الشعر مرة أخرى قبل أن نعود إلى النقاش وما بقي من أسئلة، إلى قصيدتك الجديدة التي تودينا يعني اتحافى السادة المشاهدين بإلقائها وكذلك يسعدون بسماعها وهذا مؤكد. تفضلي أستاذة وردة. أقرأ نزهة بين النوتات. تفضلي. أقول يعاتبني فلا ألقى جوابا، كأن فصاحتي كانت سرابا. جميل. كأن العتب في لقياه غابا، ترفق صاح إن القلب ذابا. الله الله. فلا يلقى عذابا، ملامك سكر أو بنت كرم، فزدني نشوة زدني بلوم، ألذ بسمعه يأتي بضيم، تلقنه الصدود بكل يوم، فيروي عنك وصلا واقترابا. جميل. حنانك لا بنا لكن بقلب يخبئ فيه حبا، أي حب تفرد حسنه من كل صوب، ويجعل من حرابك سهم حب، وتجعل من محبته حرابا. يا الله. يحيف الحب ما أبقى سلاما، بجسمي بعد لم يتق السلام، وألقى فيك سكناه وناما، كأني جنة ساءت مقاما، وأنت النار قد حسنت مآبا. وأنت الياسمين إذا تهاما، وأنت الليل يعبق بالخزامى، فلما فرق الصبح الندامة جفوت فلم أزد إلا هياما، وصمت فلم تزد إلا ارتيابا. يمر اليوم أعواما طوالا، يقلب كالهوى حالا فحالا، فيثبت للأسى ولك الدلالا، سبحان الذي أرسى جبالا وحرك فوق هامتها سحابا. عظيم. وطيف
كالسنا يأتي ببالي، توشى بالملاحة والدلال، فأشكوه إليه غداة حالي، كقافية تلح على خيالي، أطاردها كمن تبع السراب، وتجفوني كما يجفو أنايا، وأمل أن تجيء شذل ونايا، فتجعل من أمانينا منايا. يا الله. بذلتها المطارف والحشايا تقربها، فتضطرب التراب. سلامتكم. جنبك الله الاضطراب ورزق قلبك الطمأنينة المرتقبة والمنتظرة والمأمولة. أستاذة وردة، في زمن الشعوب ربما هذه القصيدة تقودني إلى سؤال يعني مميز حقا. في زمن الشعوب التي تنشد الحرية، ربما كان الشعراء مسلوبي الحرية، مقيدين ومحاصرين، ما السبيل إلى كسب مساحة واسعة من الحرية بحيث لا يجعلنا نفقد أنفسنا؟ الحديث عن الحرية التي يبحث عنها الشعراء الذين يبشرون بها من خلفهم. يعني هنا نتوقف عند أثر الشعر ورسالته فعليا في الشعوب. نتوقف عند إنه الشعر يحتاج إلى يعني من يحتويه، يعني الشعر يحتاج الحرية، يحتاج من يحميه ومن يحتويه حتى يبدع. وإلا يعني إذا ما وجد مثلا حقوق دستورية تحميه، إذا ما وجد مثلا منابر حرة يعني يصعد إليها، فيعني فليس لهذا الشعر قيمة أو هدف أو معنى، يعني فهي الرسالة مش هتوصل. يعني أنا أكتب مثلا شعرا حرا في مكان يعني يضيق علي، أو أكتب شعرا حرا ثم لا يسمعني أحد مثلا. فالشاعر طبعا بيحتاج منبر، بيحتاج متلقي، وبيحتاج مساحة حرية، يعني مساحة من الحرية تضمن له إنه الكلمة توصل، أو إنه ساعتها بيلجأ للترميز يعني بيلجأ. وأنا برأيي إذا صار في شفرات فقدت هذه الرسالة جزء. لكن أنت ما أهمية أن تكون هذه الحرية منضبطة وملتزمة وفق الخطوط العريضة التي يجمع عليها أبناء المجتمع الواحد، أليس كذلك؟ نعم طبعا، بالطبع بلا. جميل جدا. يعني هو الأصل. نعم. هو الأصل إنه يعني الشاعر يعني يولد حرا، والأصل إنه رسالته إنها تكون يعني في مأمن إنها توصل. أحسنت أستاذة. نعم. وردة، متواصلون معك، ومن المؤكد أن هناك المزيد من القصائد والنقاش مستمر، لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. مرة أخرى نرحب بكم أعزائنا المشاهدين، ونعود إلى ضيفتنا معنا من عمان عبر الإنترنت، الشاعرة وردة سعيد. أهلا بك أستاذة وردة مجددا، وقبل أن نكمل نقاشنا نبدأ بقصيدة جديدة، تفضلي. أهلا بكم أستاذ مصطفى، أهلا بكم جميعا. أقرأ قصيدة رحلة. تفضلي. رفقا بقلبك، إنه لن يسمعك، سيظل ينثر نفسه كي يجمعك، وكأنه وتر تعلقه الصبا، ما قال شعرا لم يفجر أدمعك. الله. رفقا بنفسك،
أن تقول تعقلي، ولقد علمت بأن رشدك ضيعك يا ابن الطريق، وكل عمرك رحلة تخشى المنون وظله يمشي معك. قد أودعتك اليمة دون سفينة أم، وطاش فؤادها إذ ودعك. الله. تجري بحضن الموج دون هداية لترى الأمانة بحضن من قد روعك، وتطول رحلتك التي قد مدها أن لا رفيق بها يطمئن مفزعك، متوسدا قصص البطولة والرؤى وخريطة وقلادة وملوعك، وخيال سمراء بليل مقمر رأبت بحلو كلامها ما صدعك. يا الله. مستبدلا بالراح شعر صبابة، وأقض هم كالدياجي مضجعك، شاهدت وحشا أنسنت قسماته وبدا تطاحون الهواء ليخدعك. أشهر سلاحك لا يضير كأنه خشب، إذا ما الحب يسكن أطلعك، آنست نارا فاقتبس من نورها. جميل. وأقن صلاتك كي تداوي موجعك. الله الله، ما نعم. أجمل هذه القصيدة. أستاذة وردة، عن نفسك، ما هي التضحية التي تجدين أنها حتمية ولا بد من تأديتها وهي واجبة عليك بحسب متابعتك ومحاسبتك لذاتك؟ التضحية التي ترين أنها واجبة على وردة سعيد كشاعر. التضحية كشاعر، يعني قد يكون، يعني قد يكون الوقت هو التضحية الأكبر، يعني في زحمة المشاغل والأشياء. نعم. يأبى إلا أن يفرض سلطته ويفرض نفسه. فأنا ما بين تضحية وما بين خوف حقيقة، يعني تحدث النفس أحيانا بأن فلأطلق شعر ثلاثا. جميل. حقيقة يعني لا كان هذا الانفصال بينك وبين الشعر. أستاذة وردة، ندرك جيدا تضحية الأمهات، تضحية النساء اللواتي يحملن الكثير من المهام والأعباء، وربما بعضهن يعيشن ظروفا أصعب مما يعيشه كثير من الرجال. أستاذة وردة، إذا أردت أن تعقبي تفضلي. أذكر أنه زارنا صديق في العام الماضي، هو شاعر بهاء الدين سيوف، فقضى معنا يومين في المنزل، وشاف يعني شاف حياتنا شوي عن قرب، فبسألني أنه وردة أنت كيف بتكتبي؟ فأنا بكتب بالصخر، يعني أحيانا فعلا بده جلد. يحتاج يعني جلدا، يحتاج تصبرا، يحتاج تنظيما للوقت، ويحتاج إرادة وعزيمة من حديد، وأنت لها ولا شك في ذلك. أستاذة وردة، الانحياز إلى جانب الشعوب باعتقادك، هل ترين أنه يكلف الشعر الكثير في زمن تناقض المواقف السياسية، أم أن الانحياز إلى جانب الشعوب هي مسألة موقف في نفس الشاعرة وردة سعيد؟ يعني هو الشاعر هو ابن الشعب طبعا. نعم. يعني يشعر بما يشعر به ويمشي معاه، يعني يسير معه، لكن بصفي بده يمشي معاه بطريقة ذكية، يعني بده يحاكي بطريقة ذكية. ما بينفع، يعني هو بده يحاكي هموم الشعب، لكن ما بده ينجر معاهم، يعني لا. الشعب بده يخطئ، تمام، ونكون تكون أحيانا مع الأغلبية، وتكون أحيانا مش تماما معهم. يعني الشاعر لا يسير خلف الهتافات مثلا وخلف الشعارات، لا ينجر ببعض، لكنه دائما يبحث عن المثالية قدر المستطاع التي تنسجم مع مصالح ومقتضيات أو مطالب هذا الشعب. دائما ينحاز بضميره إلى شعبه ويستقل بقلمه. ما بينفع غير انه ينحاز طبعا. هو مرآة الشعب، هو ابنهم، ما بينفع، هو يعني هو ماشي معاه. نعم. تمام. لكن بده يكون يعني
يسير معه من أمامه، ما بده يكون يتبع، عليه أن يكون كيسا فطنا. أيوة أحسن أيوة قراءة المواقف. نعم أحسنت. إلى قصيدة جديدة. إلى قصيدة جديدة. نعم هناك فرصة لإلقاء قصيدتين إلى هذه، ومن ثم نعود إلى شيء من النقاش قبل أن نذهب إلى القصيدة الختامية. تفضلي أستاذة وردة. تمام. أقرأ العصفور إلى حقل قمح. تفضلي. قول سائل نفسي والدموع جوابها، أغرك من دنيا ظلوم سرابها، أي والله أنت على أطراف قلبك خيفة تحن لأوطان ولكن تهابها، يا الله تعاتب فيها البحر أخفى كنوزه ويأذن للأمواه يعلو حبابها، فإن كان منأى للكريم عن الأذى مضيت، ولكن سد دونك بابها، ولا خل لا خل إلا الشعر، والأفق خيمة كصندوق وضاح تضيق رحابها، تغالب فيك اليأس واليأس غالب، وتعوي بغاب البائسين ذئابها، فنصفك أوراد تلوح وتختفي، ونصفك أوزار يحط غرابها، على زورق والموج كالشعب ثائر، وريح بلون الموت جن صوابها، تعلق جرحا لست تعصب نزفه لأجل بلاد أنكرتك شعابها، يا الله ما أقصى هذه الأمر، على زورق والموج كالشعب ثائر، وريح بلون الموت جن صوابها، تعلق جرحا لست تعصب نزفه لأجل بلاد أنكرتك شعابها، ضرعت لربي أن يؤانس وحشتي ليكشف عن روح الغريب حجابها، ويخلو من الأوجاع إلا مشقة كروح شهيد أثقلتها ثيابها، خلعت ظنوني وانتهيت لجبة عرفت بها نفسي وزال اغترابها، يا الله يا الله. هذا التعالق الوجعي مع هموم أمة بأكملها يثبت أن الشاعر فعلا لسان حال ليس أبناء قومه فقط، وإنما لسان حال الإنسانية جمعاء. أستاذة وردة لفظ فوك إلى سؤال جديد، كيف يمكن أو ما المطلوب من القيم التي لابد أن تكون حاضرة في القصيدة الحديثة أو المعاصرة، سميها ما شئت، حتى يكتب لها الخلود؟ ما ينبغي أن يحضر من قيم وأخلاق سامية في النص الشعري حتى يستحق أن يكون متداولا بين الناس من هذه القيم؟ يعني أنا أظن أن الشيء الأسمى اللي هو ما تحدثنا عنه سابقا اللي هو القيم الإنسانية أن تظل موجودة في القصيدة لا تبارحها. مثلا يقول ممدوح عدوان، يقول ما زلت أرى أن الإنسان إذا شاهد ما يخجل يخجل، أو شاهد ما يحزن يحزن أو يبكي، أو شاهد حسنا يعشق أو يتأمل. يعني أنا هاي العبارات الجميلة للشعر الأجمل بتحثك على الإنسانية بس. نعم. يعني كن إنسانا بفطرتك بطبيعتك، هاي الملامح هاي اللي كنا نحكي عنها، مشاعر تلامس فتبقى. شوف يعني قد تخلو من الصور والثقافة والعمق وال 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 تمام، إلا إنها يعني يريد أن يحافظ على الإنسان أن يبقى إنسانا، إذا ما شاهد ما يحزن يحزن، حسنت، يشاهد ما يعني ما يبهج يبتهج. يعني أنا برأيي لازم الشعر يحافظ على هذا الرونق ولا ينجر كثيرا. يعني أنا لا يعني هذا المقام مش مقام الحديث عن الحداثة وما إلى ذلك، إلا إنه يعني رجاء أيها الشعراء أبقوا
النفس الجمالي والحس الجمالي في القصيدة، بحيث أنه أنا أسمعها أو أقرأها فأتلذذ. يعني هاي لذة القيم الإنسانية الموجودة تحاكي الإنسان في الداخل. نعم. صحيح. هاي لذة أرجو الإبقاء عليها في الشعر. ستبقى طالما بقيت هذه الغيرة حاضرة. إلى القصيدة الأخيرة في هذه الحلقة، لكنها ليست الأخيرة في سيرتك، أطال الله عمرك أستاذة وردة. إلى مسك الختام شعرا، تفضلي. طيب. اقرأي ما تحبين. أقرأ والله أنت حيرتني. اقرأي ما تريدين، هي القصيدة الأخيرة في هذه الحلقة، وأكيد نحن نسعد بوجودك معنا دائما ولا شك في ذلك. إلى القصيدة، تفضلي أستاذة وردة. أقرأ ورد. قول: أحب الخصام لما بعده، فشوك الوداد حما ورده، وأنظر في وجهه ساخطا، فأقرأ في سخطه وده. كذا أعشق البحر في طبعه، وأرقب في جزره مده. الله. وأحنو عليه كروما تهز لنيرونها مهده. الله. كخيط الصباح الجميل، ولكن كخيط الصراط فما بعده. أسيف فؤادي وقد صارعت عساكر لوم به وجده، وآلى بألا يظل اشتياق، ولا ود إلا وقد جده. يثور ويقسم أن تنتهي به الحرب، إذ يعتلي مجده، ولكن طبع الهوى غالب، ستصرع أشواقه أيده، ويلجم صرخة عقل علت، فإعمال عقل الفتى أده. يهوي ويهوى كنهر رخى جدائله، وارتضى قيده، فإن المحب ومهما جفا يحن لإلف سقى ورده. الله. لفرعون تذبحه لفغة بثغر صغير لها عنده، ويشتاق موساه طفلا نغى، ويخشاه سيفا قلى غنده. يتوق وتكبر فيه الأنا، يريده يأتي وقد صده. فإن خيم الليل حبرا وصمتا، وطال كأن الردى مده، سيأتي الصباح على موعد، كعهدي به قد وفى وعده. أنام وأصحو وأنت المنى، تصوف قلبي فكن ورده، وعمده بالخمر في حضرة ترد إلى عقله رشده. سيأتي الصباح ولا شك أن له موعدا. يعني وصلنا إلى ختام هذه الحلقة أستاذة وردة سعيد، شاعرتنا من الأردن، شكرا جزيلا لك لتشريفك لنا في هذه الحلقة من بيت القصيد. شكرا لك، والله لي الشرف. شكرا لكم. نحن الأكثر سعادة، ونرجو من الحياة أن تكون كريمة بالقدر الذي يتيح لنا أن نكرر هذا اللقاء قريبا، وعساه أن يكون وجها لوجه في استديوهات الرافدين. شكرا لك أستاذة وردة. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من بيت القصيدة. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا رفقة شاعر آخر، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم، إلى اللقاء.